اتخذت باربي حول العالم أشكالا كثيرة، فظهرت كأميرة ورئيسة بلاد وعنصر في سلاح مشاة البحرية ورائدة فضاء وجندية في حرب النجوم. أما في المكسيك فصنعت هذه الدمية على شكل هيكل عظمي في مناسبة يوم تذكار الموتى. وأطلقت شركة ماتيل ثاني دمية باربي استنادا إلى كاترينا، وهي تمثيل هيكلي للموت ابتكره رسام الكاريكاتور خوسيه غودالبي بوسادا، وهو رمز لأحد أهم المهرجانات في المكسيك. في العام الماضي صدرت أول دمية لمناسبة يوم الموتى وأوكل تصميمها إلى شخص من أصل مكسيكي. أعتقد أنه من الرائع أنهم يواصلون أخذ تقاليدنا في الاعتبار، وهي تقاليد مهمة ومعروفة عالميا. وفي حين أن محبي هذه الدمية الأيقونية يعتبرون هذه الخطوة تكريما لتقاليد البلاد، يقول النقاد إنها ليست أكثر من مجرد استفادة من ثقافة معينة. قد تكون هناك غاية انتهازية أيضا من وراء ذلك. بعبارة أخرى، نحن أمام استئثار ثقافي سأستفيد منه إن كنت رائد أعمال، وسأجد طريقة لتحقيق مكاسب من مسألة لا يفترض في حد ذاتها أن تكون ربحية. وأدرجت منظمة اليونسكو في العام 2003 هذا الاحتفال على لائحة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، ويعتقد أن المهرجان يقام عندما تفتح البوابة التي تفصل بين الأحياء والأموات، ما يسمح للناس بتوجيه تحية إلى أرواح الأشخاص الراحلين.